لشراء كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير علي اذهب إلى موقع أمير USA.com. ماذا كان سيخسر الرئيس ترامب من المزايا المخصصة للرؤساء حال النجاح في عزله؟ إضافة إلى عزل ترامب من منصبه، هنالك 4 مزايا كبرى قد يخسرها ترامب حال تم عزله بمحاكمة الكونغرس، وهي: أولا، معاش سنوي مخصص لكل رئيس سابق ويستمر طوال حياته ويزيد عن 200,000 دولار سنويا. ثانيا، حرمان الرئيس السابق ترامب من مخصصات لسفرياته تصل إلى 1,000,000 دولار سنويا. ثالثا، حرمان الرئيس السابق ترامب من توفير حماية أمنية فيدرالية مسلحة له طوال حياته. رابعا، حرمان الرئيس السابق ترامب من تقلد أي مناصب سياسية حكومية سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وهو ما يعني عمليا حرمانه من الترشح في أي انتخابات مستقبلية. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل الإشعارات أولا بأول.